حكاية البرهماني صالح لفولتير. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. قابلت في سفراتي برهمانيا طاعنا في السن، رجلا في غاية التعقل بعيد الذكاء ومن المتبحرين في العلوم. وكان علاوة على هذا ميسور الحال، فكانت حكمته أوسع مدى، إذ لم يكن بحاجة لخداع أي كان نظرا لعدم افتقاره إلى أي شيء. وكانت مقاليد الأمور في أسرته بأيدي ثلاث نساء جميلات يتبارين في نيل رضاه وإعجابه. فعندما لا يكون منصرفا إلى اللهو مع نسائه ينشغل بالاستغراق في التأمل الفلسفي. كانت داره جميلة تزينها حدائق ساحرة ملحقة بها، وكانت تقيم قرب تلك الدار امرأة هندية طاعنة في السن، متطرفة في تقواها، غبية الذهن، وعلى درجة من الفقر. قال لي البرهماني ذات يوم: ليتني لم أولد قط. وسألته لماذا فأجابني: أأنا منصرف إلى الدرس منذ 40 عاما، وإنها لعمري 40 سنة ضاعت هباء، فأنا أعلم الآخرين لكني أجهل كل شيء، وهذه الحالة تبعث في نفسي المزيد من المذلة والاشمئزاز، حتى إني أصبحت غير قادر على تحمل حياتي. لقد ولدت وأعيش في الزمن ولا أدري ما هو الزمن، وأجد نفسي في نقطة بين أبدين كما يقول حكماؤنا، دون أن تكون لدي أدنى فكرة عن الأبد. أما تفكيري فمن مادة، وأفكر ولم أتمكن أبدا من الإلمام بما يولد التفكير، وأجهل إن كان الإدراك في داخلي مجرد ملكة بسيطة تماما كملكة السير والهضم، وأجهل إن كنت أفكر برأسي تماما مثلما أمسك بيدي. إن منطلق الفكر لدي مجهول لا أعرف كنها، بل يصدق هذا على منطلق حركات الذي يظل مخفيا عني، وتراني لا أعلم لماذا أنا موجود. مع ذلك يطرحون علي يوميا أسئلة حول هذه المواضيع مجتمع، ويجب تقديم جواب وليس لدي ما يصح قوله، فأتكلم كثيرا ولكني أظل مضطربا وخجلا من نفسي بعد أن أنهي كلامي. وتسوء الأمور أكثر عندما أسأل إن كان براهما من نتاج فيتسنو، أو إن كان الاثنان على حد سواء خالدين، ويشهد الحق علي أني لا أعلم كلمة واحدة حول هذا الأمر، وهذا ما ينكشف في إجاباتي. فتراهم يقولون لي: آه أيها الأب المبجل، أخبرنا كيف يغمر الشر الأرض، علما بأني أعاني حيال هذا الأمر مثل ما يعاني منه أولئك الذين يطرحون السؤال علي. فأقول لهم أحيانا: إن كل أمر على خير ما يرام، غير أن الذين لحق بهم الدمار أو بترت أطرافهم في الحرب لا يصدقون أبدا ما أقول، ولا أنا أصدق هذا. فأنسحب إلى داري وقد ناء كاهلي بفضولي وجهلي، وأطالع في كتبنا العتيقة، فيزداد اشتداد الظلمات من حولي، وأتبادل الحديث مع أصحابي، فبعضهم يجيبني أن من الواجب أن يستمتع المرء بالحياة وأن يسخر من البشر، بينما يظن آخرون أن في حوزتهم بعض العلم، فيضلون ضلالا بعيدا مع أفكارهم المجنحة، وهذا في مجموعه يضاعف من شعوري بالألم. وتراني جاهزا في بعض الأحيان للوقوع في اليأس عندما أفكر أني بعد جميع مساعي لا أعلم من أين جئت ولا ماذا أكون
وإلى أين أمضي ولا ما أصير إليه. لقد سببت لي حالة هذا الرجل الصالح ألما حقيقيا، فما من أحد أكثر عقلانية ولا أوفر إيمانا منه. واستوعبت أنه كلما ازدادت أنوار المعرفة في إدراكه والحساسية في قلبه ازداد شقاؤه. في ذلك اليوم بالذات رأيت العجوز القاطنة غير بعيد عنه، فسألتها إن شعرت في يوم من الأيام بالفجيعة لأنها لا تعلم كيف صنعت روحها، ولم تفهم حتى معنى سؤالي، إذ لم تفكر للحظة واحدة في حياتها بأي موضوع من تلك المواضيع التي كانت تعذب وجدان البرهماني. كانت تؤمن من أعماق قلبها بتحولات فيتسنو، وكانت تظن نفسها أسعد النساء قاطبة. اللهم شرط أن يتيسر لها أحيانا قليل من ماء نهر الغانج لتغتسل به. وإذ صدمتني سعادة تلك المخلوقة المسكينة عدت إلى فيلسوفي وقلت له: ألا تخجل من أن تكون شقيا وعلى بعد خطوات من بابك عجوز لا تعلم من دنياها شيئا ولا تفكر بشيء وتعيش مسرورة؟ فكان جوابه: الحق معك، وكم قلت لنفسي إنني سأكون سعيدا لو كان لي غباء جارتي، ولكني لا أريد مثل تلك السعادة. ترك جواب البرهماني في نفسي انطباعا أعظم بكثير من كل ما عداه. وتأملت في نفسي بالذات فتأكد لي بالفعل أني ما كنت لأرضى بالحصول على سعادة ثمنها تبلد الذهن. وطرحت القضية على نفر من الفلاسفة، فرحت أقول: لكن في هذا تناقضا يثير الغيظ، فما تكون غايتنا المثلى؟ طبعا أن نكون سعداء، فما هم إذن إن كنا من ذوي العقول الراجحة أو من الأغبياء؟ وهناك أيضا ما هو أدهى، فالمسرورون من حياتهم على يقين كامل من أنهم مسرورون، بينما الذين يفكرون ليسوا على يقين كامل من صحة تفكيرهم. وتابعت أقول إن من الواضح بالتالي أن التخلي عن الإدراك العام أفضل، لأنه لا يؤدي سوى إلى نكد العيش. وقد وافقني الجميع على رأيي، ولكن أحدا لم يقبل معي بتلك المقايضة بالحصول على السعادة مقابل التحول إلى الغباء. وكان أن استخلصت بأننا نهتم بالعقل كاهتمامنا بالسعادة، بل وأكثر بكثير، غير أني من بعد إمعان في التفكير في هذا الموضوع تبدأ لي أن تفضيل العقل على الغبطة فيه ما فيه من الخروج على العقل السليم. فما السبيل إلى تفسير هذا التناقض مثلما نفسر جميع التناقضات الأخرى؟ ويمكننا في هذا المجال أن نخوض مطولاً.